شلون حصل رقم اخوك؟ عندك رقم حافظه؟ لا. بالنجف وين؟ ورا الملعب. ورا ملعب النجف؟ شو اسم المنطقة؟ ما تعرف المنطقة اصلا. صار لك قد؟ هلا بنزيارة مسمى جعفر لحد انا قبل اربعة ايام. يوم هو صار لاربعة ايام يوم هو. يعني هاي صار لاربعة ايام. حي العسكري تقريبا. اي الحي العسكري. اذا ورا الملعب مال النجف حي العسكري. ولقيته انت اربعة ايام صار ليمك تقريبا. ما حد سأل. ما حد ايوه حد سأل. اجى احد قال. ويمشي ويعلن. اي. يمشي ويعلن. يمشي ويعلن هذا المن الولد هذا ايش تعرف هاي مشكلة استاذ علي. صح. مسؤولية كبيرة. وانا حتى ما اريد نظلم مع حد، احتمال انه ضايع، لانه وايكو ناس تعرف انه منطقة منطقة الكاظمية منطقة مقدسة فيجوها كل العالم، يجي يزورها. ومرات هواي يصير حالات ان انا فقدان، ضياع، كذا، فيضيعون. وين الفقدان يعني يومين ثلاثة يومين انا غلطان يسألون علي، يحرقون صوري مو بوفاة مسمى جعفر لحد الآن. استاذ علي يعني تحسب ايش قصة ثلاث شهرين؟ لا بوفاة مسمى جعفر. ايش قد ما اعرف ايش قد يعني؟ اه العفو مسمى جعفر. من رجب ابو شعبان ورمضان ومحرم وهذا هسه صفر خلص ست اشهر صار له صار له ست اشهر هناك. وين بهالست اشهر انت؟ وين تنام؟ بس هو صار له اربع ايام يمك وثاني ست اشهر وين قضاها؟ قضاها بالشوارع. بس هذه لا تشوفها من جابوه يعني من جابوه فدمر من جابوه رجله الجرايديه ماكله برجله كانت يمكن متهالي كلش خلف الله عليه ولد الدولة. اي والله نعم منهم نعم امان ما امان ما يعني يجوز يتاجرون ببعض سنت يجوز يبنى علي مسؤولية منها مع جسمي ليه انا خبرنا عليه يعني خليت حالي حاجه هذه كفيله الله يوفقك الله يوفقك يا رب. ايش قد قلت له خليه بمكانه يعني غير مكانك. قال لا يمي تعرف المسؤوليه استاذ علي الولد ما قصدك. وهسه تشرب وشنو بقى تبغي تشتغل انت؟ ايش تاكل ايش تشرب؟ يجيبون لا بس تشرب قبل ما يلقاه. استاذ علي استاذ علي انا اقول لك هاي مواكب كانت عندنا واكل بالشوارع هوايه أنا مواكب استعطاء. وين من المحافظات يجون هنا يشتغلون عندنا حماميين عرباين ياكلون من المواكب هسه بعد ماكو موكب وماكو زياره فهذول حضروا خطيه تاهيل وجاء الشتاء احتمال بالشتاء يتاذى الوقت اللي اجى بيجي إيه. لليوم مو غض النظر انه اكو اكل على عيني وعلى راسي بس اقصد انه الطفل بهيج عمر مشكله جريمه هاي. يعني استاذ بس انا سددت بجي هذا من الطفل هم ذا بيه هم الأطفال. كبره. أصغر من هذا. بيتهم بالشعب استاذ علي.